ولفضل كلمة الإخلاص رجحت ب99 سجلا كل سجل مد البصر، كما ورد في سنن ابن ماجه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد فينشر له على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر. ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا. ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول سبحانه وتعالى: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة،